في طريقة ثالثة لعمل ال key shared لل processes لل multi processes بحيث إنه ال parent والchild يكون مشتركين في نفس الكي، ولكن ما أحتاج إلى إني أحدد وأعرف أي حاجة غير إني أستخدم flag معين. تاني شوف هذه الطريقة. طبعا فين أعرف الفلاج هذا؟ في عندي في الفانكشن shm get موجود attribute الكي أكتب فيه IPC private. تعال نشوف كيف حنسويها. نروح على المجلد ونعمل ملف نسميه IPC private، وبعدين نضيف اللايبرري، اللايبرري حقت الشيرد ميموري، اللايبرري حقت الفورك عشان هعمل parent child، فهستخدم اللايبرري حقت الفورك. فنقول اول شيء اللايبرري اللي احتاجها include stdio.h، كمان include sys ipc.h، كمان include sys types .h، كمان include sys shm .h، هستخدم كمان include stdlib .h stdlib، كمان include unistd.h، ممكن استخدم wait.h، وعشان الايرورز هستخدم sys عفوا هنا wait sys waits sys waits، بينما الايرور error number.h هأعمل الشيرد ميموري على string، فهستخدم اللايبرري حقة السترينج كمان include string.h، تقريبا هذه أغلب اللايبرري اللي أحتاجها. أوكي int main int argc car argv return 0. طيب الآن هبدأ أسوي البرنامج، فخليني أول شيء أحط الستركشر حق الفورك وأقول if fork else، فال if fork حيكون هنا الparent، else حيكون هنا الchild. طيب في البيرنت ايش هاعمل؟ في البيرنت هاعمل المسج اللي هيكتبها للتشايلد، فاقول له هنا كاركتر بوينتر مسج، المسج هذه بتساوي ايش؟ بتساوي المسج اللي ابغى ارسلها. ايش المسج اللي ابغى ارسلها؟ خلينا نقول كورونا فيروس بانديميك hashtag stay home. اوكي فهذه هي المسج اللي انا ابغى ارسلها على الشيرد ميموري، وبعدين الشايلد يقراها من الشيرد ميموري. فلاحظ الان الشايلد ما يعرف شيء عن الفاريبل بوينتر مسج، اوكي لانها معرفه فقط في البيرنت. طيب هعرف هعرف ايش بوينتر مشترك ما بين ال parent والchild بنفس الداتا تايب
اللي هتستخدم لنقل الداتا. فالداتا اللي ابغى نقولها هي pointer of character، فهعمل برضو pointer of character يستخدم لنقل الداتا اللي هو shmptr. بس قبلها هعرف ال id، فهقول ايش int shmid. طيب بعدين هنا السيمي كولون، بعدين نقول ال shmid هتساوي shmget function shmget. الفانكشن shmget هتاخد الكي ipc private. طبعا ليه عرفت ال shmget برا البيرنت؟ عشان الكي يكون مشترك، لو عرفته في البيرنت ما حيكون مشترك مع child. فالكود من هنا الى الاخير هذا حيكون موجود في البيرنت. الكود من هنا الى الاخير هذا حيكون في التشايلد. فاذا ابغى الشيرد ميموري مشتركة ما بين الاثنين احطها فوق البيرنت على اساس تكون مشتركة في البيرنت والتشايلد. طيب عندي الان IPC private، بعدها اكتب ايش السايز اللي حيكون مشترك للميموري ما بين البيرنت والتشايلد، فحاعمله سايز تي ونسميه مسج سايز ونخليه بسايز اوف كاركتر، ولكن مش كاركتر واحد، حنخليه 100 كاركتر. اوكي، فالان عندي المسج اللي مهما كان اختلف حجم المسج ماكسيمم حتكون 100 كاركتر، حيعمل لها مشاركة. بعد كده حاجي هنا اقول له مسج سايز، بعدين الكي والمسج، وبعدين الكرييت او اليوز، فاقول له هنا IPC كرييت واعطيه البيرميشنز. البيرميشنز اخليها 7 ريد رايت اكسكيوت، 7 ريد رايت اكسكيوت، وممكن اقول فقط اي شخص ثاني غير الجروبس حيكون فقط ريد. فعملت ال shared memory، الآن أعمل عليها check، أقول if shmid less than zero، بما إنها integer تكون مقارنة مباشرة، وأقول هنا أعطيني print error وأعطيني إنها ال shmid، وأعمل exit بال error number. كده عملت الشيرد ميموري، حتكون مشتركة ما بين البيرنت والتشايلد. الآن هنا في البيرنت هعمل اتاش، فالاتاش فانكشن هترجع إلى بوينتر، فأنا أحتاج البوينتر اللي عملته فوق، فأقول shmptr هتساوي ال shmattach بترجع void pointer، والبوينتر اللي عندي character pointer، فلازم اعمل casting character pointer واعمل ال shm attach. هتاخد ايش؟ هتاخد ال shm id وحتاخد null وزيرو. بعدين اعمل check عليها كمان، اقول اذا كانت ال shmptr لا تساوي، ممكن كذا اقول لا تساوي، واعمل كيف لا تساوي زيرو او لا تساوي نيجاتيف ون، ممكن اعمل لانه هذا pointer of character اعمل pointer للماينس ون، اعطيني البوينتر حق الماينس ون قارن لي ب
في error وأعمل shm attach و exit one. عملت shared memory، عملت لها attach. الآن أبدأ أكتب الداتا. فعشان أكتب الداتا، بما إنه الداتا عندي عبارة عن array، فالarray هذه ما أقدر أكتبها دفعة واحدة، أحتاج إلى loop. فأقول for loop integer i equal 0 i أصغر من المسج أو حجم المسج اللي عندي. المسج اللي عندي عبارة عن array، وعشان أجيب length of array ممكن أستخدم size of، ولكن حتكون شوية متعبة كيف تعرف تجيب size of. ما يمديك أصلا تجيب العدد الكاركتر لأنه هنا pointer باستخدام size of. فممكن نستخدم length. أقول function اسمها str length وأعطيه اسم الأري، فكده حيكون من 0 إلى طول هذه الأري، وبعدين i++. طيب إيش حيسوي؟ حيروح يقول البوينتر shmptr i حتساوي المسج، مسج الاي كده. يكتب المسج في الشيرد ميموري. بعد ما كتب المسج على الشيرد ميموري نعمل ديتاش. الديتاش بترجع انتجر، فممكن اعمل عليها تشيك مباشرة. اقول shm detach، وايش بتاخد الديتاش؟ بتاخد الشيرد ميموري بوينتر. فممكن نعمل ايش كده، نقول void ونقول shmptr. فاذا كان الشيرد ميموري بوينتر نيجاتيف اعمل لي بي ايرور، و اقول له هو shm detach واعمل exit number 2. يصير exit number 1 هو لل attach و exit 2 للdetach. بعدين اعمل wait. طبعا كده خلص الكونكشن مع الشيرد ميموري وكتابة الداتا، ولكن انا عندي child، فلا بد البيرنت انتظر child. بس قبل ما يعمل wait خلينا نقول ايش parent printf، ونقول parent ايش هيعمل البيرنت. هنقول message sent اوكي او message written، بعدين wait null، وبعدين ممكن نستخدم بعد ما يخلص من child ويعطي السيجنال حيروح shm ctl، وحتاخد ال shm id وحتعمل عليها ipc underscore rmid، بمعنى remove السيجمنت اللي هو الميموري سيجمنت، ونال او زيرو كده. الشيرد ميموري هذه حيحذفها. بالنسبة للchild ايش اللي حيصير في الchild؟ حياخد نفس الكود ولكن بدون المسج، بدون الكتابة، وحتكون معكوسة فقط القراءة. حنغير هنا بما انه ما يعرف السايز حق المسج اللي حيستخدمها، وبعدين يطبع الرسالة اللي قرأها. فنيجي عند الparent ننسخ الكود، نحدد الى الديتاش. فهذا الكود نسخناه، نروح على الchild ونعمل paste. طيب حيوصل على الاتاش، حيعمل check، حيبدأ
يقرا من الشيرد ميموري. طبعا قبل ما يبدا من يقرا من الشيرد ميموري انا ابغاه يعمل فاريبل، فاريبل يسميه ريد. الريد فاريبل هذا نبغاه محدد بحجم اللي هو مسج سايز اللي اتفقنا عليه اللي هي 100 كاركتر، واعمل له initialization اقول له هذا الريد 0 بتساوي سلاش 0. بعدين ممكن ايوه الان هنا في الكتابة كانت في البيرنت، في تشايلد حيكون السايز هو 100 كاركتر او المسج سايز، والفانكشن اللي هيستخدمها هيستخدم البوينتر عشان ياخد منه الداتا وهيكتبها فين في الريد، الريد اي اوف الريد اي بتساوي شيرد ميموري بوينتر وهياخد الداتا. اوكي بعد ما احطها في الريد هيطبع برينت اف هيقول child read وحيطبع لك المسج. المسج عبارة عن الفاريبل read. اوكي تقريبا هذا child. خلينا نجرب الان. في عندي error stdlib هادي dot h. اوكي اوكي فالان اقول gcc ipc والاوتبوت اخليه كمان ipc. لاحظ الان لو قلت له ipc فقال shm at o في غلط عند ال shm at في الparent والchild لانه نسخة منه هنا، فانا بقول shm اذا كان ال لا تساوي minus one. او هنا اذا كانت تساوي وليست لا تساوي، اذا كانت تساوي، اذا كانت تساوي لانه اذا كان حصل ايرور حيعطيك ماينس 1، فاذا كانت تساوي ماينس 1 ادخل وبعدين اطبع المسج. اوكي في المسج فيها نحتاج هنا اننا نحط نيو لاينز، فنقول مسج نيو لاين. المسج الثانيه هنا برضه هنحط نيو لاين. ايش كمان بس فنعمل كومبايل. فلاحظ البيرنت وضع المسج، التشايلد طبع المسج من الميموري. لكن خليني ابغى اوريك حاجة وهي مهمة. فين الفيم؟ اوكي خليني اقول قبل ما يروح للويت ابغى اقول له sleep 100. اوكي بيصير بعد ما يكتب الداتا، ولاحظ الداتا، الداتا كم هنا الداتا حتكون بحجم الاري وبحجم نوعية الداتا. فالداتا اللي عندي هي كاركتر، وعندي كم الاري 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. فاثنين وثلاثين كاركتر. إذا الكاركتر حجمه 4 بت، فاثنين في أربعة اثنين وثلاثين في أربعة هيطلع لك حجم هذا بالبايت، حجم الميموري بالبايت، وحنشوفها الآن. طبعا أنا قلت له sleep ل 100
ممكن اقول له alert signal ثانية alert بعد 100، بس هذا هستخدم function library ثانية، ولكن احنا عندنا library فنستخدم sleep. طيب ليش عملت كذا؟ عشان ابغى اشغل واجيب ال new window واقول في برنامج اسمه IPCs بيعرض لك الشيرد ميموريز. لاحظ الشيرد ميموري اللي مستخدمة من قبل من البرامج عندك على الجهاز، هذه هي طبعا عشان تعرف انت الشيرد ميموري اللي بتستخدمها في البرنامج حقك، انت محتاج تعرف ايش الشيرد ميموري اي دي. فحنشوف الان اني اروح للبرنامج حقي هذا واقول له اطبع لي الشيرد ميموري اي دي عشان اقدر اطلعه. فبعد ما يسوي الشيرد ميموري اي دي اروح اقول له برنت اف اطبع الشيرد ميموري اي دي اس اتش ام اي دي، نقول له حط نيو لاين كومبايل ورن. لاحظ الشيرد ميموري اي دي 294 و966. فاجي اشغل ال 200 وهذا هو اوكي. ولاحظ بيستخدم كم؟ 100 بايت، 294 و966 100 بايت. لو قلت له اعطيني شوية تفاصيل اكثر اي عن 294 و966، موجود 96 وليس 66، 96 اوكي. فلاحظ قال لك هذا الشيرد ميموري اي دي، هذا اليوزر اللي هو انا تركي، الجروب اي دي، السايز، المود اللي هو البيرميشنز اللي انا حطيتها، وهذه الاكسس بيرميشنز 774، كم بروسيس موصل عليها، ما في ولا شيء لانه خلاص زي ما تلاحظ هنا وصل البيرنت وخرج وفصل وعمل ديتاش، وهنا التشايلد وصل وعمل ديتاش، باقي حاجه واحده قبل السليب اللي هي الريموف، فلسه ما عمل لها ريموف، لما يعمل لها ريموف حتختفي. لاحظ الان لو عملت كانسل للبرنامج وشغلت مره ثانيه ما تزال موجودة، لكن هأعمل من جديد بدون السليب، بس أطبع الشيرد ميموري اي دي عشان أوريك إنها حتروح. أين السليب؟ هذه السليب، الآن هأشغل 97 أوكي. لاحظ 97 مش موجودة، ليش؟ لأنه البرنامج خلاص انتهى، والبيرنت عمل ديستروي للشيرد ميموري، ما عاد صار فيه شيرد ميموري، فهذه الشيرد ميموري ما عاد فيه. طيب هذه الشيرد ميموري اللي موجودة تعتبر ليك، لأنه الداتا ما تزال موجودة فيها، والشيرد ميموري بتستهلك البيجز اللي في السيستم أو الفيرشوال ميموري اللي في السيستم، فتحتاج تعمل لها ديليت عن طريق الـ IPC RM وتكتب رقم الشيرد ميموري اي دي اللي هو 294996 RM IPC RM. IPC RM اوكي مان IPC RM ايوه، هنقول الشيرد ميموري اي بي سي ار ام اي بي سي ار ام اس اتش ام، وهنقول كم الرقم
294996. اوكي فلاحظ كتب deleted. الان لو قلت له IPCs وقلت له human فلاحظ اختفت في الاخير. بس وكذا تعرفنا كيف نعمل الشيرد ميموري ما بين تو بروسيسز عن طريق الاي بي سي برايفت وكيف نحذفها لانه هذه مهمه قد تسبب لك بعدين ميموري ليك. اوكي okay.